السؤال الذي أصبح يطرح نفسه هو: متى ينتهي هذا الوباء ويعود الناس إلى حياتهم الطبيعية كما كانوا وإلى يومهم العادي الممل الذي أصبح يفتقدونه الآن وبشدة؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم. أصبحنا وأصبح الملك لله. شو راح نديرو في هذا الفلوغ؟ راح نديلكم تاني فلاش باك، راح نحبسو السلسلة تاع السفر اللي راهي متواصلة وراح نديرو فلاش باك وين راني عايش، كيفاش راني نفوت حياتي هنايا في الكوارنتين وفي أي جزيرة راني. نحن الآن في جزيرة بالي والتي رسميا أغلقت مطاراتها، أي لا دخول ولا خروج. الجزيرة اللي رانا فيها بالي هذه يعني منعين جميع التجمعات، يعني الشواطئ معظمهم شي كل شيء مغلوقين، لجيم صالات الرياضة مغلوقين، الأشياء هذه اللي تجمع فيها الناس والإيفنت هادو تاني مغلوقين، فجميع هذه الأشياء يعني تلقاها مغلوقة. فيا راح نشوفوا الفارماسي هنا اللي عندهم هذه الأشياء تاع التعقيمات وكاع ونعاودوا نرجعوا للبيت، يعني احنا معظم الوقت تاعنا رانا نفوتوه في البيت. تاني بغيت نقول لكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وديروا اعجاب وتخلوا لي كومنتير. ماشي صوالحك من تم داري ما تقولهمش هاك الطقوس تاع اليوتيوب. لا لا بغيت نقول لكم باللي دخلت للتيك توك. شاولا دخلت للتيك توك، الحجر الصحي العيال عادت دخلت للتيك توك. لا 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 فجاتني فكرة شابة باش نديرها في تيك توك وهي فيديوهات تاع دقيقة، فراح خليكم تيك توك تاعي روحوا شوفوه. فليتس جو. شوفوا بلا ما نقول لهم قالوا لي هلاو، بلا ما نقول لهم يعني ما شاء الله هلاو. ولحسن الحظ انحبسنا في هذه الجزيرة. هذه الجزيرة موجودة في اندونيسيا. هذه الموطو تاعنا سموها ياماها ان ماكس، يعني كريناها يعني تقريبا دولارين ونصف لليوم، يعني مع هذه الاوضاع وكرين احنا يعني احنا الحاجه اللي زعما سلكتنا وراهي مسلكتنا انه رانا جروب، يعني رانا 5 ولا 6 تاع اصدقاء فتشاركنا هذه الفيلا هنايا، فما طحناش بزاف اموال يعني للشخص الواحد. نحاولوا يعني نقتصدوا في الاموال على قد ما نجم. نروح نديكم معايا نشرو شويه لحم ميت ويا شويه حاجه بروتين. كتلنا البيض المصدر الوحيد تاع بروتين في 20 الايام السابقه هو البيض. راكم تسمعوا حاجه؟ شوفوا يعني ببساطه تاع الناس، يعني شوفوا البيزنس تاع يعني شوفوا باش الو واديو هادكي راهي يبيع، يعني يبيع في بعض الفواكه والناس عايشه يعني شي سبحان الله. ميت حلال؟ حلال؟ اوكي. واحد الفاكهة غريبة، واز ذيس؟ سناك فود. للمعلومة فقط هنا البنان وين تروح تلقاه هو بالكوكونات. البنان سموه بيسانغ. راح ندو شويه ليم خاطرش راني نشوف في روحي نفوت رمضان هنايا. غادي ندوقوا هذا اتس سناك مين سنيك جاست نيم جاست نيم يا ذيس سنيك جاست كيد من المستحى يا تشيس والله اللي شوفوا يس لوكال فروت لوكال فروت يس جاست فور اندونيسيا يا جيف مي فور اندونيسيا اونلي فور اندونيسيا والله اللي شوفوا يسموها سموها سالاك بالي. This is ماركيسا. Yeah, ماركيسا. This orange? No. It's also like a traditional fruit in Indonesia. Indonesian? Yeah. Just for Indonesian? Yeah. Okay, I take it. You want to take? Yeah. Many people say sweet. Okay, I take it. Let's try. هذه سموها رامبوتان. Yeah, رامبوتان. رامبوتان. It's also traditional. It's fruit? Yes, it is fruit. This is sweet. But be careful, this is sweet seed. This is you can take it. This is what? You can take off. Take off? SubhanAllah.
Yeah, it's okay. Subhanallah. Let's try it. حلوة بزاف وشابة شابة شابة. ما عرفتش كيف نوصفهالكم لكن فاكية. فاكية فاكية. سموها رامبولتان. راح ندي طرف. جاي شغل نيفلة ولا حاجة هكا بصح حلوة. واو تعرف. والله بالصدفة بالصدفة تعرفنا على جميع الفواكه هنايا ودقناه بعضل. لا لا شرينا شرينا من كل نوع شرينا. يعني سبحان الله شوفوا تبدل غيبالة تلقى التنوع تاع الفواكه يعني ما لد هو طعم. شوف شعل الألوان تنوع الفواكه تنوع الدوخ تنوع الطعم. هذه غير بدلنا بلاد فما بالك الجنة كي دايرة سبحان الله. فما بالك الجنة وخيرات الجنة. حاجة هكا ولا ما بغيش كاع ندوخها نروح ديرك الأشياء اللي موالفها الروتين تاعي. بانان دلا حاجة اللي نعرفهم بصح هذا ما كنتش كعندوخهم. لكن حاجة هذه دراغون فروت يعني كنت نشوفها كل يوم وما نشريهاش لكن لما شريتها ودختها يعني دروك ما إدمان راني مدمن عليها. Thank you. دروك شعرة وما ندير أكسيدون والله. حاجة اللي خاف منها دي فوا ننسى باسكو هنا يسوقوا في الجهة اليسرى ديفا كي تكون طريق خاويه يعني ما تجيبش تفرق باسكو ما كاش واحد يجي باش يوريك بلي راك غلط فانت تروح في الجهه الاخرى ومن بعد حتى تشوف لا موطو جاياتك ولا لوطو جاياتك ولا فهنا يسوقوا بالعكس. You can what? You cannot find hand sanitizer easy. They all took it. But this one is very liquid. Don't you have the one like gel? Gel. عنده هذا الكبير نو كورونا نو كورونا نو كورونا هاما وصلنا للبيت. بغيت نذكركم ان دائما كي تدخلوا للبيت ما تنسوش تعقموا يديكم من جديد تغسلوا يديكم مليح. شوفوا ش عندنا هنا شو اي راحت امي بيو هولي مولي وا ذس فور يو نو 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 جست تيك نو جست نو. دخلت للبيت لقيت هذه سموها مرطبك يعني من اجمل الحاجات الحلوه في اندونيسيا وفي بالي. هذه هي مرطبك يعني الناس يبغوها بزاف حنا صرنا مدمنين عليها كل يوم اللي قلنا هذه روح يا الريجيم روح خدموها شغل كي البانكيك تاعهم. هذه عيطولها روبا ريكراك تاع بالخف. هذه هي دراغون فروت هذا اللون تاعها من الداخل. كنا باغيين نديرو بانكيك بصح ما لقيناش البيضات فغادي ندوروها ميك شيك بروتين ميك شيك. درنا شويه تفاح وفي الاخير نزيدو هذا الشوفان اوت ميل. شوف هذه الفتره اللي زعما قعدنا فيها في البيت بزاف والله الاحسن تعاون الامهات خاصه امي تاع هذاك الروتين اللي يعيشو تاع طيب الفطور القهوه طيب العشاء اغسل معي طيب الفطور طيب القهوه طيب العشاء اغسل معي فيكم يعني على الاوضاع كيفاش راهي صاريه هنايا وعلى الوضعيه تاعنا هنايا تقريبا رانا مزونين هنا في هذه الجزيره وما على بالناش شعار راح تدوم هذه المده. احنا رانا هنا في جزيره بالي باندونيسيا وعندك حقيه بشهر يعني الفيزا راح تكمل يعني راح قريبا راح تكمل فما على بالناش واش راح نديرو كيفاش راح نديرو اسكو راح يزيدونا في الفيزا اسكو راح يحلوا المطارات ما يحلوش. احنا رانا قاعدين هنايا جينا هنا في هذا البيت وكرينا لمده شهر ورانا نقارعوا يعني رانا نقارعوا ونتابعوا في الاحداث بالنسبه للاوضاع تاع الفيروس هنايا في هذه الجزيره يعني ما كاش حاله طوارئ فيا هنايا ما كاش حظر التجول يعني قدو نخرجوا. نتلاقوا غدا في تمارين جديدة. سلام. نهاية الحصة نديرو فيها توبيكا توبيكا تنقيزة.
كما قلت لكم احنا رانا مع المونتاج. اصدقاء اللي راه يقرا في كتاب يقرا، اللي راه يعوم يعوم، واللي راه راقد راقد. واه امين مازال راه راقد. واعره واعره هذا الحجر الصحي هذا يخليك تقعد في اي وقت وما تقطفش كاع الوقت تاعك. فمازال المغرب ادن مازال راقد. شكرا على وقتك اللي عطيته لي في مشاهدة هذا الفيديو. ما تنساش تدعمني على وسائل التواصل الاجتماعي، صفحة الفيسبوك والانستغرام. سلام.